للمزيد حول اليوم العالمي لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان وما يعيشه العراق من انتهاكات يتم التستر على مرتكبيها، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة العاني، بداية مرحبا بك. اليوم العالمي لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، ماذا يعني خلفت الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق على المستوى الحقوقي والإنساني من انتهاكات من وجهة نظرك؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم حي مشاهديكم الكرام. منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق والحكومات المنصورة بعد عام 2003 والممارسات القمعية والممارسات الوحشية والانتهاكات على كافة المستويات وضد كافة أبناء الشعب العراقي متواصلة ومستمرة إلى الآن. طبعا هذه الانتهاكات، هذه الممارسة التطبيعية للأنظمة الغير ديمقراطية، الأنظمة المتسلطة، طبعا هذه الانتهاكات يعني تنوعت بين القتل العمد، الإخفاء القسري، التعذيب في السجون، يعني إهمال المتطلبات الأساسية والحقوق الأساسية للمواطنين، تفشي التعذيب داخل السجون، الكثير من الانتهاكات. طبعا ولهذه الانتهاكات أيضا لا بد أن نذكر أن لديهم ضحايا، سواء هم من تمت الانتهاكات ضدهم بنفسهم أو حتى ذويهم. لا ننسى أن هناك كانت انتهاكات فظيعة ضد الأطفال وضد النساء، هذه الفئات الضعيفة، ضد مكونات الشعب من المسيحيين أو الأقليات الأخرى الكثير هي التي انتشرت في العراق وولدت الصراعات والانقسامات. في القلب من هذه الانتهاكات دكتورة فاطمة، يعني في صميم هذه الانتهاكات التي تعيشها شريحة كبيرة من العراقيين الآن، ملف النزوح والهجرة. من المسؤول عن استمرار حالة النزوح والتهجير التي يعيشها العراقيون الآن؟ يعني بالتأكيد الحكومة العراقية هي المسؤولة أولا وأخيرا عما يحدث من عمليات نزوح لا زالت مستمرة إلى حد الآن. إضافة إلى ذلك كل الدول التي تدعم الحكومة العراقية، سواء هو طبعا ميليشياتها، لا ننسى أيضا ذلك، من إيران وأمريكا وغيرها من دول العالم التي تقدم الدعم للحكومة. الحكومة العراقية يعني أهملت ملف النزوح بصورة كاملة. أولا هي كانت المتسبب الرئيسي والأساسي، هي وميليشياتها، بعملية النزوح من خلال يعني التهجير القسري الذي مارسته من خلال قصف المباشر للمدن وتدمير المدن وتدمير البنى التحتية ومنع عودة، وبالتالي منع عودة النازحين. إضافة إلى ذلك السيطرة على هذه المناطق وتفشي الميليشيات في هذه المناطق التي سيطرت على اقتصاد هذه المناطق وتقوم بعمليات ممنهجة من اعتقالات وإعدامات وسيطرة على اقتصادها من خلال فرض الإيتاوات وغيرها، إضافة إلى إهمال إعمار المدن وإهمال يعني رجعها إلى يعني أقل ما يمكن وتوفير أقل ما يمكن من الخدمات من أجل أن يعود ساكنيها إلى مناطقهم عودة آمنة. لا توجد طبعا حتى فرص العمل من خلال التضييق، من خلال ممارسات يعني لا توجد حتى أوراق تبرتية لهؤلاء النازحين. كثير منهم لا يستطيعون الاستحصال على أوراق ثبوتية، لا يستطيعون متابعة قضايا ذويهم، الكثير من الأمور التي منعوا منها، وكلها طبعا تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق. كل هذه الانتهاكات وما عادته أيضا ربما يكون قطرة في بحر، يعني من القتل العمد إلى التغييب القسري إلى التعذيب إلى إهمال حقوق المواطن العراقي إلى عمليات التهجير وإلى آخره، بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال والنساء. كل هذه الانتهاكات، ولكن منذ عام 2003 دكتورة فاطمة، الحكومات المتعاقبة
تتحدث عن الديمقراطية في العراق، لماذا تتحدث دائما عن الديمقراطية؟ ما الذي جناه العراقيون من الديمقراطية في ظل هذا الكم الهائل من الانتهاكات لحقوق المواطن العراقي؟ هذه الديمقراطية التي تتكلم عنها الحكومة هي ديمقراطية الدعاية فقط على القنوات الإعلامية لا أكثر ولا أقل، خاصة وأن أول من ادعى هذه الديمقراطية هو المحتل الأمريكي الذي جاء بهذه الحكومات وجاء على أساس ادعاء أنه سوف يحرر العراق ويأتي بالديمقراطية العراق، وبالتالي جاء بأحزاب طائفية، جاء بدستور منبوذ لا يقبله أي مواطن عادي، جاء بعملية سياسية نتجت عن سلسلة من الطائفيين الذين يعني يتوالدون يوما بعد آخر ويدعون ديمقراطية. ديمقراطية في مفهوم السلطة الحالية هي ديمقراطية تقاسم السلطة لا أكثر ولا أقل، هذا لي وهذا لك. ديمقراطية الآن هي ديمقراطية الطبقة الحاكمة التي تريد أن تحافظ على مصالحها، تسيطر على مفاصل الدولة، تتمتع بكافة الحقوق وتسيطر على الفاسدين، تغطي على الفاسدين وتغطي طيب. على كافة دكتورة فاطمة المسلمين الذين ينتهكون حقوق الإنسان. بالحديث عن حرية التعبير، يعني خرج شباب ثورة تشرين للتعبير عن رفضهم للعملية السياسية، واجهتهم الحكومة بالرصاص وخلفت شهداء منهم وجرحى، مع ذلك لم تقدم الحكومة، حكومة الكاظمي التي وعدت بتقديم المتسببين بقتل المتظاهرين للمحاكمة، لم تقدم أحدا من هؤلاء. يعني لماذا تتستر الحكومة على قتلة المتظاهرين وهي تتحدث ضمن إطار حرية التعبير والحقوق؟ من الطبيعي أن تتستر الحكومة على مرتكبي الانتهاكات والمجرمين الذين قتلوا المتظاهرين. أولا الحكومة لا تريد وتعتم وتكتم كل صوت معارض لها، هذا أولا. ثانيا هؤلاء المتظاهرون هم يعني خرجوا ضد السلطة، خرجوا ضد الحكومة، خرجوا ضد الميليشيات، يطالبون ب يعني القضاء على الفساد، يطالبون بحكم عادل، يطالبون بحقوق مشروعة لا تستطيع هذه الحكومة ولا غيرها أن توفرها. الميليشيات أولا، ثالثا الميليشيات هي التي تسيطر على مفاصل الدولة، ولا يستطيع رئيس الحكومة أن يفعل أي شيء إلا بموافقة ورضا الميليشيات وزعماء الأحزاب السياسية الذين جميعا كما معروف لديهم ميليشيات يتحكمون بها ويسيطرون بها على الشارع العراقي. إذن من يستطيع أن يقدم أي شخص مسؤول أو أصلا هو في الحكومة أن يقدمه للمحاكمة؟ حتى القضاء بدوره يعني يدخل في سلسلة تكميم الأفواه وسلسلة عدم إعطاء الحقوق من خلال التكتم على المجرمين، خاصة وهو معروف أن القضاء يعني تسيطر عليه الميليشيات والأحزاب السياسية، والآن حتى القوانين الجديدة التي يريدون من خلالها ما يمس بالمحكمة الدستورية العليا يريدون أن تمتد إليها يد الطائفية ويريدون أن يتحكموا بها لكي يوقفوا يعني أي حكم عادل أو أي قرار يتم اتخاذه لمصلحة الشعب، خاصة وأن من ضمن صلاحيات هذه المحكمة هو المحافظة على حرية الرأي وحرية التعبير في العراق، وهذا طبعا ما لا تريده لا السلطة ولا الميليشيات ولا الأحزاب الحاكمة في العراق. نعم. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.